ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ رجعنا النهارده بفيديو ميمز جديد. ايه لو انت عمر فرع علينا، احنا هنعمل فيديو ميمز دلوقتي. فكر اقول لايك. هنتفرج على ميمزات مضحكه جدا، فلو عايز تضحك معانا اعمل اشتراك في القناه، هتشوف فيديوهات تانية من دي كتير. ولو ما سابش الفيديوهات اللي فاتت يخش ياخد لفه في القناه. لازم بقى المره دي ما تضحكش خالص، دي جديده جدا. لا ازاي جت في بالك؟ اسمح لكش. فانا هلبس النضارة عشان ادي وش ومش هضحك. النضارة دي سسبنس اصلا. البيبسي دي بيبسي بتاعت كفار، ولمينا الكفار وعملنا حفلة نار. طب رجلك والمعزة طبطعت يحب ربنا يسمع ايه؟ طب احنا بتوع ربنا ومعانا شهادة كبيرة. ايه معانا شهادة كبيرة؟ ورجلك والمعزة شهادة الكلية دي. طب رجلك والمعزة طبطعت يحب ربنا يسمع ايه؟ طب احنا بتوع ربنا ومعانا. بص البيبسي دي فيها حاجة بتاع الكفار. يا اسطى لو دي واقفه قدامك هتعمل ايه؟ مش هسيبها، مش هخش ارقص معاها. ايه يا عم؟ ايوه يا اسطى احنا نرقص معاها. انا سقطت، انا اتدمرت، بعت واتبعتر واتسبت في الارض. بقول اي اي برضه يا امبامبي امبامبي. I don't need a girlfriend cause I got my cousin. كاكا يا دي بروري لكاكا. I don't need a مارك هنري مركب. صح مارك هنري. بلاك بيري او سامسونج؟ بلاك بيري. بلاك بيري او اتش تي سي؟ بلاك بيري. بلاك بيري مروان في الفيديو كليب. بالمناسبة لو شفت الفيديو كليب خش اتفرج عليها دلوقتي. دي بوينت. تعال جري انزل يا اسطى. انا امزح، ربما اسأت فيه. لا تكسر في الكلام، سنح الله بالعنف. ده يا اسطى كرموه يا اسطى. فيك. خد شهادة دكتوراه في التمثيل ايه؟ عشان عمل فيلم الالماني فالمانيا كرموه. دول اللي وقعوا صح؟ لا لا اهدى يا مروان. ايه يا عم ده؟ هيقعد الوقت هيطير ولا مش هيطير؟ هتشوف يا عم. شفتها في حد هيطير يا عم؟ هتشوف. لا في واحدة هيطير. نانا نانا نانا. احمد الفيشاوي. ايه ده يا بابي؟ مراد اطلع يا سنجل يا بائس. دور المكان يا بابا. واحد مركبها مركبها سعودي. سبايدر مان بيعقب. اجمل ست في العالم هي 6 ملايين دولار. جاب الكلام من الاخر. انت كنت رحت المدرسه احسن. حصل يا اسطى، كنت بغيب بقعد اتفرج عليك. ده جامد والله، كنت بكرهه والله. جامد زباله. انت فاجر عشان ما تفهمش انجليزي. والله كان مدبلج عربي اهو. ازاي؟ انا كنت بحبه قوي اهو. شوف انا كمان كنت بحبه. وانا برضه. ماما معلش ممكن تعمل لي سندوتش؟ السلام عليكم. انا بيض قوي بيض قوي بيض قوي، وانا جسمي وجعني. و استرعي ايه ده؟ بيض برضه يا ابن اللعيبة. ايه ده؟ ازاي ده؟ راجل عليه ايه؟ لما تقعد البورس يلا. ايوه مين؟ نسيت صوتي ولا ايه؟ لا بس كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض،
بلاريس بريك دانس جامد. ايه ده؟ لا كده ايه ده؟ بياخد كام في الليلة ده؟ بيضحك يلا يا صاحبي انت لو وقعت انا اجري عليك واشيلك بس البت هتسيبك وتحب غيرك. لو مت انا اللي اشيل كفنك مش واحده معايا يا صاحبي. بص يا جدعان في واحده يعني بعتت لي تعليق كده الصبح بالليل هتتضرب يا مريم. الصبح بالليل انا عايز اعرف يا ام مريم انت حلتك ايه؟ اقول لك انا يا مز حلتي ايه؟ تعرفي تعدي لحد كام؟ بص يا مزتش انا عندي عمارتين في التجمع الخامس وعندي عربيتين يعني عشان خاطر لو رايحه اي شقه فيهم بركب عربيه طبعا وايه؟ وعندي شاحن في السخنه وشاحن عندي شاليه في السخنه وعندي شاليه في الساحل الشمالي عندي شاحن فوتي الحمد لله الحمد لله فوتنا بتروح مش عارفه اسمه الشاحن الشمالي النار يسمح تستاهل 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 هيو ده كان الأسفل اللهم إني بار عليه فاجعله في عين غيري ضغطة التفل اتحققت نعم حرام يا عم والله خدت بالي بصيت هناك بس يوم ده فاشل ده في اكونت على تيك توك كله كده إيه. بص بص اللي هيحصل خلاص على فكره بقى على فكره انا ما بشوفش قدامي ولا اي حد بيجي لي على السكه بحطه تحت الدكه واللي بيجي لي تحت الطاطه بحطه تحت الطاطه فاهمين ولا لا؟ ارمح دي ايه؟ جوه لما يعمل السكه يا فرفور هو حرام نضحك ولا تعيط بس ليه انا هراعي شعوري ان ما ينفعش الواحد يضحك يتعيط بس ليه ما انا ده اللي بتكلم فيه بقى الدفعه دي كلها ما عندها بنك يا بنت الكلب انا عملت ايه لا لا ده غلط ده مرض عايز اشوف خبطه الانهي خبطه رجلها مش البيت صح الكلب طب حق ان على الاثنين ولا الكلب الاثنين ولا الكلب بس دي اغبى والعيال هم اللي العيال هم اللي ده هو البنار ايه ده ايه ده اوف احسن احسن تستاهل تستاهل والله تستاهل اهلا بكم ازيكم شباب معاكم فادي عضلات ورجعت لكم بفيديو جديد يا جدعان واحد بليات راكب في القطر وضع دراعه بره كده قطر تاني جاي راح شال دراعه عليه بص ساعه راحت واحد بليات دخل الحمام فلقى المساحه قال يا بوي كل دي ما كانت احلاق ايه واحد بليات ماشي مع واحد صاحبه يقول له محمدين اللي ماشي هناك ده اسمه انفيس قال له شعرفك بتاع الحرمات انت قال له مع مرتي قال له انفيس مش عارف كريم اسمه براندام كيلندر مع المارس بيحوش الامن بيحوش الامن هجيب الامن انت بقى لو حطيتيه خلي شعرك انا شكرا عوض ابطال الكبور هي حتى حدود العالم هي حتى جنة جنة دي بتاعت ماركتينج جامدة دي يلا انا كرهت الست ايه ده معقول افتكرته هي لعبه انت لو
خلاص كده يا جدعان يكون الفيديو خلص. متنساش تسيب لنا لايك على الفيديو ده وتدعمنا واكتب كومنت لو عاوز. سيب ان شاء الله قلب في الكومنتات. عطا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.